اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا فيديو جديد شكله حلو قوي. لعبه جامده جدا اسمها ايه ده الايد بتاعت الاشباح. يا مامي لونه اخضر شكلها مرعب جدا زي ما انتم شايفين شكلها. تعالوا بقى نفتحها ونلعب بيها. شكلها ايد زومبي كده تقريبا. الله تعالوا نشوف دي عباره عن ايه نقدر ان احنا نلعب بيها ازاي. بصوا بقى البنت قاعده بتصوت ازاي. ومعانا كده بقى كروت وبنحط فيها بطاريات تقدر ان هي تشتغل. بصوا تقعد تمشي بقى كده على الترابيزة. الله في بقى كده كروت معاها. تعالوا نشوف دي عبارة عن ايه. اللعبة بتاخد تقريبا 30 دقيقة وفوق السن 7 سنين ممكن نلعب بيها اكتر من 2 لعيبة. اوكي ايه ده. بصوا بقى فتحنا اللعبة. الايد بقى هنا شكلها مرعب ازاي اهي يا مامي. تحس ان فيها بقى تعويرات كده وفي دم كده بقى عليها. اوكي نقدر ان احنا نحطها بقى كده. ومعانا بقى هنا الكارت دي الكروت بقى بتاعتها. اوكي وبعد كده ممكن يا اما نختار ان احنا نتسأل سؤال يا اما نختار عقاب. بعدين نقعد بقى نسأل الاسئله ونلعب بقى بيها مع صحابنا. واللي ايه اللي تيجي عليه يكون هو ده اللي عليه دور ان هو يسأل. يا نهاري شكلها لعبه مرعبه قوي. اوكي هنفتح بقى نشغل اللعبه كده وناخد بقى اول كارت كده اهو. اوكي يلا بقى نشوف ليه هتشتغل ازاي. تعالوا نجربها بقى كده اهي. ندوس بقى كده اهو. بص بقى بتتحرك صامت ازاي يا مامي. شكلها فعلا ايد اشباح مرحبة قوي. عمالة بقى بتحركها جامد. اوه لا 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 دي فعلا مرعبة قوي. بصوا نحطها بقى كده. الله شفت بتضحك ازاي. تقعد بقى تمشي وتختار بقى تقعد تمشي في دوائر اهي نشغلها ونشوفها تمشي ازاي. انا خايفة جدا الصراحة. واو يا مامي لا 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 دي فعلا مرعبة. بصوا اختارت اللعيب ده. يا نهاري شفت بقى نقدر ان احنا نلعب بيها تاني. بصوا تقعد بقى تلف وتشوفها الدور هيجي على مين. الدور هيجي على مين. وهي رافعة بقى صباع وهي لمين. بصوا اخت رفعت الصباع اللي على ده ويكون هو ده اللي عليه الدور. هو ده الصباع ده يا مامي. لا دي فعلا ايد مرعبة قوي. نقوم جايبة واخدين الكارت ونشوف نقدر ان احنا نلعب ازاي. باللعبة بتقعد تلف في الدوائر ده وبتختار مين اللي عليه الدور. الله لا 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 دي فعلا لعبة عجبتني قوي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قوليلي في الكومنتات ايه رأيكم فيها. طبعا قطع العاب الاطفال عشان نجيب لكم فيديوهات تانية كتير. بليز متنسوش انتوا تعملوا لايك سبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي. باي باي.